واصلنا ما استمر أيها الحفل الكريم. شاهدنا أيضا الضبية خليل براهي بن علي بن افتاح الشامسي تهانينا والناموس 7:44 تهانينا على فوز الضبية وحصولها على المركز الأول. شوطنا السابع انطلاق أيها الحفل الكريم للقعدان. الثنايا المحليات على صايل انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين في هذه الإثارة وبهذا الاندفاع. مقدمة الشوط بلقى عناد أحمد بن خميس بن سالم الشامسي هو من يقدم عناد مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. المركز الثاني يتقدم مشاهد الكرام في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. بلقى مشاهد الكرام اللي هو الذيب والسهيل بن محمد بن سالم المقبالي قدم الذيب على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم مستحيل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي قدم أيضا اللي هو مستحيل على مستوى المركز أيضا الثالث غير على الثاني. المركز الرابع بلقى مشاهد الكرام اللي هو يتقدم شاهين وخالد بن سعيد بن محمد بن بروك الحميري حاضرا في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس يتقدم مشاهد الكرام اللي هو صوغان سلطان بن سالم بن حمد الكتبي على خامس الأسماء. سادس المراكز بلقى مشاهد الكرام اللي هو يتقدم ملبي وسليم بن سالم بن علي الغيلاني يقدم ملبي على مستوى المركز الخامس والمركز السادس. هذا هو غير في هذه اللحظات اللي هو مروح راشد بن ياسر بن فالح بن سيف الشامسي على المركز السادس. المركز السابع أيضا يتقدم في هذه اللحظات صايب نايف بن مبارك بن سعيد النعيمي حاضرا في هذه اللحظات على مستوى المركز السابع. المركز الثامن يتقدم اللي هو شاهين محمد بن سيف بن سيل بن كلثم الخيلي. المركز التاسع من ميمنة الميدان بلقى مشاهد الكرام تقدم وحضور أيضا من ربدان وسعيد بن حمد بن قناص العامري. والمركز العاشر هناك يبدون عند الكتبي. هذه هي نتائج مشاهد الكرام في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والتحدي والإثارة. 10 مراكز أولى ذكرت إلى مسامعكم وإلى حضراتكم في هذه الانطلاقات وبهذه التحديات. 2 كيلومتر يفصلنا عن الوصول وعن العبور نحو خط النهاية ما شاء الله، ولكن الإبداع والتحدي والإثارة لا زال عناد مع المركز الأول معاند للناموس. عناد ما شاء الله. حمد بن خميس بن سالم الشامسي هو من يقدم عناد على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذا الاندفاع وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. شوف المركز الثاني تقدم في هذه اللحظات من خلال وانضمام مشاهد الكرام اللي هو شاهين وخالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري حاضرا في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والتحدي والإثارة ما شاء الله. الله يا بن بروك الحميري أيضا يتقدم في هذه اللحظات من الشعارات المهمة والعملاقة في عالم سباقات الهجن. يتقدم مستحيل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي يقدم اللي هو مستحيل على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس هذا التقدم وهذا هو الإبداع من خلال تواجد الذيب والسهيل بن محمد بن سالم المقبالي يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. ولكن أيضا أتابع في هذه اللحظات شوف للأشعارات القادمة بهذا التقدم وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذا هو عناد على مقدمة الشوط مع المركز الأول يتقدم المجموعة في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع ما شاء الله. أحمد بن خميس بن سالم الشامسي هو من يتقدم بهذا التقدم وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. أحمد بن خميس بن سالم بن خميس الشامسي يقدم عناد بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الرحمن. الإبداع التحدي والانطلاق الواضح والباين مع عناد
على ما قدمت الشوط مع المركز الأول في هذا الاندفاع وبهذا الإبداع المستمر. خلاص بدينا نقترب من خط النهاية. الحميري رافع راية التهديد من خلال تواجد وانضمام شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن بروك الحميري. الحميري يا سلامي عليك، هو من يقدم هذا العرض الجميل من خلال تواجد وانضمام شاهين. ما شاء الله شاهين ما شاء الله على الصدارة على ما قدمت الشوط مع المركز الأول بهذا الاندفاع وبهذا التحدي المثير على الصدارة على ما قدمت الشوط مع المركز الأول. ما شاء الله بدينا نقترب من خط النهاية والتقدم واضح وباين في هذه اللحظات من خلال تواجد شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري يتقدم بدوره في هذه اللحظات لحظات الوصول. العبور راحوا خط النهاية ما شاء الله، هذا هو شاهين يحقق ناموس هذا الشوط وانتصاره. المركز الثاني قدم أيضا هناك الذيب وقدم مشاهد الكرام السهيل بن محمد بن سالم المقبالي. المركز الثالث عند أحمد بن خبيث بن سالم الشامسي. والمركز الرابع المركز الرابع كان الوصول مع ملبي وسليم بن سالم بن علي الغيلاني. المركز الخامس كان وصول مع صايب ونايب بن مبارك بن سعيد النعيمي. هذه هي نتائجنا مشاهد الكرام. توقيتنا الزمني 7:43. تهانينا وناموس للجميع.